سرفايفر والممثلة والموتيفيشنال سبيكر ياسمين غيث. فازاي عرفت اكسر كل الحواجز اللي عديت بيها عشان ابقى ليميتلس؟ قبل الكانسر كنت تيتشر، مدرسة متخرجة من اعلام. ما كانش عندي هدف معين في حياتي. 2016 يوم 6/9 مش هنساه من حياتي، عرفت وعندي كانسر. في نفس اليوم اللي الدكتور اكد لي فيه ان انا عندي بريست كانسر، قال لي قدامنا ساعه عشان ندخل نعمل عمليه. شفت كل حاجه في حياتي بعين تانيه خالص. بس كتبت بوست اتكلمت فيه عن اللي انا حسيته في الفتره القصيره من وقت العمليه. شوية لقيت انه اتولد فايرل والناس كلها بدأت تبعت لي ارجوكي احنا عايزين حد يتكلم بالايجابية دي عن الكانسر. عملت اول اويرنس كامبين ليا وبدأت ارسم وارجع اعمل الحاجات اللي انا بحبها. قلت لكم انا اتخرجت من اعلام وطول عمري بحب الارت وبرسم، وعمري ما كنت عملت حاجة ليها علاقة بالارت. سبت التدريس، سبت شغلي وما كنتش عارفه هعمل ايه، بس قررت اعمل الحاجات اللي بحبها. بدات الستوري بتاعتي جو فايرل اكتر لغايه ما في يوم لقيت مسج جات لي على فيسبوك منتج مسلسل، لقيته بيقول لي ياسمين احنا سمعنا عن قصتك and people call you Wonder Woman، وقال لي كلمه مش هنساها، قال لي it's time to take your message from thousands of people to millions of people on screen. عايزه ايه تاني؟ انت جيتي عايزه ايه تاني؟ انا قلت لكم صحيح ان تم سافر الهند؟ بيقول لي في مديتيشن ريتريت هناك خطير، وفي بقى سنترز لعلاج الكانسر. سمعت عليها كده وقريت لما كنت بدور على طرق علاج ناتشرال. انا قريت برضو عن الموضوع ده، بيقولوا النتائج هايله اصلا. هايله، انت مش فاهمه بقى. نروح كده شهرين ثلاثه وارجع لكم تكون صحتي كده ردت، وهو ياخد له مديتيشن كورس ونرجع بقى نفتح مثلا سنتر. بعد شويه هبه عملت ضجه وحاجات كتير تاني بدات تتغير في حياتي. من كتر ما حصل ده المؤلفين بتوع المسلسل قالوا لي ياسمين احنا عايزينك تشاركي معانا بكتابه اخر مشهد ليكي. هبه هترجع في اخر المسلسل لانه اتس نوت اني مور مسج من هبه بس، هي مسج منك انت كمان. وفعلا شاركت في كتابه اخر مشهد واخر كلمه قلتها في المسلسل انه الحياه مش دايمه بس لسه ما خلصتش، فمستاهله تتعيشي لغايه اخر لحظه فيها. وبدا انترفيو ورا انترفيو. اختاروني في سنه 2017 ان انا اكون من ضمن اكتر 17 شخصيه مؤثره في مصر. فبقيت من مدرسه لممثله لموتيفيشنال سبيكر. بعد سنتين بدا يبان الايفكت بتاع اللي انا عملته في حلاوه الدنيا. لقيت بنات بيتصوروا وبيلبسوا على راسهم هاد بان زي ما انا كنت بعمل بالظبط. في ناس بعتولي من بره مصر كمان يقولوا لي ان هم شجعتهم ان هم يخرجوا من غير شعر خالص. اخترت ان انا ابقى في حياتي مش كويتر، او ما اخترتش يعني، هو ده اللي حصل انه كان لازم فايت واقف واكمل يا هاي. فانا وقفت وكملت. لما بدات اغير المايند سيت بتاعي وافكاري من سلبيه لايجابيه او من بوزيتيف ثوتس، بدات اتراكت كل حاجه ايجابيه في حياتي. ولوريال كلموني، لوريال باريس اختاروني ان انا اكون المصريه اللي تريبريزنت لوريال في كامبين اسمه انفاليبل للاين جديد هم كانوا عاملينه. بعد كده قررت انه انا عايزه اكمل في حلمي في الحاجة
ومن هنا بدأت البراند بتاعي لوحدي، اعتمدت على نفسي تماما، بدأت مشروعي بفلوس قليلة جدا وعملت جولري ذهب. أول كولكشن بدأت بيها it was inspired by my scars and my journey. وعشان ال hard work will pay off أنا قررت وقتها إنه I want to start big. I want to launch البراند بتاعي لأول مرة الناس تعرفه في جونا فيلم فيستيفال، وعملت كده في 2019. كان أول مرة ألونش البراند بتاعي ولبسته on the red carpet وسبق مبارك كمان وسلمى بسرعة عبد الرحمن ناس كتير we took it to the red carpet ووصلت المسج بتاعتي كمان للـ red carpet. بنعمل زي بره بيجيبوا مسج على ريد كاربت if they want to raise awareness معينه بيعملوا كده. فعملت كده ولبست تي شيرت عليها our scars are our pride always wear your smile and this is how I became limitless.